هذه القصة الثانية من سلسلتنا سلسلة قصص رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارك تمام؟ رجعلكم الحلقة اليوم مقطع جديد. المقطع اليوم قصة هذا بعنوان قصة مها. أحكيلكم القصة على أنها بنت، أنا ما أقدر أجسدها على نفسي، يعني محلا أني أقدر أجسدها على نفسي بنت. فلا تنسوا لكم اشتراك وحسابات موجودة في صندوق الوصف، تابعوني عليه كامل، تابعوني أسناب بعد، وصلوا على النبي سبحان الله وبحمد صلى الله عظيم. ويلا بينا نبدأ القصة. قصة مها يعني قصة عجيبة جدا. قصة مها هذه قصة بنت لازمها مرض منه وهي صغيرة لين ما كبرت وقاعد يكبر معاها المرض، وقصة محزنة جدا لدرجة يقول لك لا لا لا. اللي كتب القصة يقول بكت معها الطيور وناحت أقصان الشجر. الله الله، لسه ما تعرفوني وانا كتبت القصة جبتها. طيب ندخل في القصة. مها فتاة جميلة جدا وهي بعمر الزهور، يعني ومثل ما قلنا قبل انه لازمها المرض منه وهي كانت يعني مخها مثل مخ اي طفل، تريد تلعب وتلهو مع الاطفال، تفوت وتطلع، بس الزمن جرى عليها، واذا حبت ان تسوي اي شيء راح يكون تحت اشراف اطباء وتحت الادوية، يعني شيء يخليك تكره العيش، استغفر الله العظيم. بس مع ذلك جهدت الحياة ومشت. كبرت مها وكبر معاها مرضها مثل ما قلنا، طبعا بحكم انه هي جميلة ما شاء الله عليها، بس انه برضو كبر معاها شيء. هي كبرت بعيني صراحة، كبر معاها الاخلاق العالية، يعني كانت بنت تعرف باخلاقها ما شاء الله عليها، وما زادت الا تمسك بدين الله وتحمد الله على هذه النعم اللي اعطاها اياها. ومع ذلك ما زاد الا حرصها على التعليم وكسب العلم والدراسة، ومع انه احيانا تجيها نوبات مرض حادة يعني تجعلها طريحة فراش لعدة أيام، بس مع ذلك كافحت وجاهدت الحياة ومشت. وعدت الأيام ومشت الأيام، وسبحان الله شاءت الأقدار أنه أحد الأشخاص يشوفها في المستشفى وهي قاعدة تأخذ علاجها، فأعجب بيها أنه هي زي ما قلت لكم ترى شديدة الجمال ما شاء الله عليها، بالرغم من اللي سمعوا من خطورة مرضها وشدته، إلى أنه حبها أكثر من أول نظرة شافها فيها. والشاب هذا من كثر ما هو خلوق وفهمان بالعادات ما سوى اي شيء، راح وطلبها من بيت اهلها. طبعا هي زي ما قلت لكم ما ينقصها اي شيء الا صحتها، رغم انه هي اهم شيء، بس ليش يعني؟ هل انه ما يحق لها انه تتزوج وتجيب ولاد ويعبون عليها الدنيا انها مريضه؟ لا، يعني هي مثل اي واحد، بس انه يعني هذه ابتلاء من الله وان نجزي الصابرين. ومرت الايام والشهور وهي مخطوبه لهذا الشاب، خلينا نسميه محمد لانه انا محمد. ومرت الأيام والشهور وهي مخطوبة من محمد، ومحمد ما شاء الله عليه عشان إنسان خلوق، عطاها كل اللي تريده من محبة مودة، يعني الشيء اللي كان ناقصها عطاه إياها، وبرضه دعمها دعم مادي وقاعد يعالجها في أحسن مستشفيات العالم، وعطاها الأهم من ذول كلهم الدعم المعنوي اللي أي شخص يحتاجه، حتى إذا كان يعني الله عطاه صحة 4000 سنة بس إنه يحتاج دعم معنوي ترى. وقف بجنبها وخفف عليها كثير آلام، يعني آلام معنوية، صح إنه ما قدر يشيل عنها مثلا المرض هذا، بس إنه كان يخفف عليها يعني أشياء معنوية رغم إنه كانت مريضة. أقسم بالله العظيم قليل راح نلقى مثل دول الشباب في هذا عالمنا، إن شاء الله أكون زيه يعني. ودارت الأيام وصار وقت استعدادات حفل الزواج والانتقال من العزوبية للحياة الزوجية، ومحمد وعد مها إنه يسوي له ليلة يعني ما تصير بألف ليلة وليلة. طبعاً ما يعرف ترى هذا فيلم مرة رهيب. قبل موعد الزواج راحت مها ومحمد عشان يشوفون فستان العرس، وحكم إنه كان يعني حكم إنه كان الفستان في محل الخياطة، راح محمد ومها عشان يشوفون الفستان ويقيسونه على مها، وخاف يعني في إشكالية، يعني البنات راح يفهمون، حتى أنا ما فهمت صراحة، بس إن شاء الله. لما أقبلهم على المحل لقم إنه صاحب المحل حاط الفستان على واجهة المحل، يقول لك سبحان الله كان يعني آية من الجمال والذوق الرفيع. طبعا هنا يقول لك انه ما في احد كان يعلم ايش شعور مها بهذا الوقت، لانه حرفيا طير عقلها وقلبها للفستان. طبعا فرحت مها مو بس عشان الفستان، بل انه هي راح تشوف اجمل لحظات حياتها بعد كم يوم، بس كانت تشوف بداخل نفسها ضحكة الحياة ليها، وهي قاعدة تحس انه حرفيا راحت للجانب المشرق من الحياة. لبست مها الفستان الابيض، ويقول محمد انه حرفيا شاب ملاك، يعني هي جميلة ما شاء الله والفستان اجمل، فيقولك طلعت
كانها ملاك ما شاء الله عليها. طبعا انا قلت ما شاء الله عليها كثير مره. سوف تكونين اجمل عروس رايتها في حياتي، هذا اللي قاله محمد المها لما شافها بالفستان الابيض. طبعا هنا ابتسمت مها ابتسامه عريضه يقولون شقت وجهها وقالت له ريت الزمان يعود. بس ستكون اسعد عروس في الدنيا لانها ارتبطت بشاب مثلك. مع ان الفستان كان يعني رهيب بس كان نقصته شوية تعديلات. فاتفقت مها مع صاحبة المحل انه تسوي لها تعديلات بكرة. فاعتذرت منها صاحبة المحل بلطف، لانه صاحبة محل اكيد بتسويها زبون، وقالت لها انه ان شاء الله بعد 3 ايام راح يكون جاهز باحسن ما يكون. وثلاثة ايام هذه بالضبط اللي هو يوم زفاف مها. مرت 3 ايام هذه باسرع ما يكون، وجاء يوم الموعود اللي هو صباحا راح يكون يوم الزفاف. طبعا صحيت مها الصباح، وطبعا هي اصلا ما كانت نايمة اصلا، لانه معروف اي واحد عنده مناسبة، انت الحين لما يجيك عيد ثاني يوم ما راح تكون نايم اصلا، لا قبله بيوم ما راح تكون نايم. طبعا كانت فرحانة بشكل ما يوصف، لانه بكرة راح تزف الافضل شاب تعرفت عليه في الحياة. اتصل عليها محمد وقال لها انه راح يروح محل الخياطة عشان يجيب لها الفستان وتجربه، انه خاف يحتاج تعديلات علشان يعني وقت العرس ما يكون في ربكة. راح محمد على محل الخياطة وكان يسوق بسرعة فائقة لأنه كان فرحان، يقول لك كان يسابق الريح من شدة فرحته بهالمناسبة هذه، لأنه هي أغلى وأثمن مناسبة راح تكون له والمها برضه. وفجأة بسبب سرعته القوية انحرفت السيارة وقلبت بيه أكثر من قلبه. فلما جت سيارة الإسعاف وتنقله شاءت الأقدار ومشيئة الله فوق كل شيء، الرجال فارق الحياة. بالوقت هذا كان جرس تليفون محل الخياطة كان يرن. سلم صاحبة محل الخياطة انه هل محمد جاك؟ فقالت لهم انه لسه باقي ما جاني وهو تأخر اصلا. طبعا هم اتصلوا على محل الخياطة مو عشان يقولوا له انه يعجل بالفستان، بل هم اتصلوا عليه عشان يخبرونه انه مها جتها النوبة المفاجئة ونقلوها للمستشفى. بس المرة هذا المرض ما اعطى اي مهلة لمها، كان رحيما بها وعشان ما يقصب ألمها أكثر من اللي عانت طول حياتها. فبعد دقائق جاهم خبر وفاة محمد، وبعد لحظات من خبر وفاة محمد جاهم خبر وفاة مها، وتحولت ألف ليلة وليلة إلى ليلة نواح وبكاء على محمد ومها. وظل الفستان معلقا على وجهة محل الخياطة، لم يلبس ولن يلبس إلى الأبد. وكل ما جاء أحد سأل صاحب المحل لمين هذا الفستان يعلمه السالفة كامل. وكذا نكون خلصنا قصتنا الثانية. ما أدري إذا عجبتكم، برأيي أتوقع ما عجبتكم صراحة، بس ما راح أعرف أنا نوصل أكثر من 50 دقيقة قاعد أصور. فلا تنسوا لايك واشتراك وحسابات في جتها صندوق وسط، تابعوني عليه كامل، تابعوني على سناب باد. صلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع السلامة.